نازلين شفتها انا عندي انترفيو. محمد قوادر احكي لنا عن الالبوم الجديد. الالبوم الجديد حيكون من كلمات الدكتور الشاعر ايمن فرحات صديقي. اهلا وسهلا. اها. ومن الحاني كله. هلا كله كم اغنيه فيه؟ حيكون في 10 وفي 3 سنجل والرابعه على الطريق ان شاء الله، يعني 14 10 الالبوم والسنجلز. وفي سنجلز راح ينزلوا بنفس وقت الالبوم؟ يعني هلا الالبوم حينزل يعني كله بنفس الوقت حنعمله، بننزل الالبوم وبعد بشوي بنصير ننزل سنجل شوي شوي. بنزلوا السنجل. سنجل اول وحده. اول وحده هلا دول. طيب دكتور ايمن، حضرتك الشاعر بالالبوم محمد قوادر، ايش ايش الكلمات موجوده بالالبوم؟ بصراحه الاغنيات ال 13 مبدئيا متنوعين، يعني في عنا الاغنيه الجبليه، عنا اغنيه كلاسيكيه رومانسيه، في الاغنيه الاغاني الوطنيه، لانه من بين ال 13 اغنيه في 3 هن وطنيات، اغنيه اردنيه، وطنيه اردنيه، وطنيه مصريه، وطنيه جزائريه، هم مبدئيا اللي صاروا جاهزين. اوكي. بعدين حضرتك هلا لما كتبت الكلمات بيكون دائما في بالك الشخص اللي بده يغني ولا بتكتب الشعر كشعر؟ بصراحة أنا كلماتي صارت مثل العروس الناطرة العريس. هيك أنا من 87 بكتب. لا حقيقة مش مدح لمحمد قوادر، زي كعك العيد بيروح بسرعة. لا مش بس هيك، لأنه أنا من 87 بكتب، ما حبيت أعطي حدا، يعني كثير متمسك بكلماتي، لأنه في لهم طبيعة خاصة، يعني حضرتكم بكره بتسمعون بتشوفوا الكلام، نوعية خاصة، كلام جديد بالنسبة للي ما عم بسمعه حاليا. من 87 بكتبهم وبجهزهم، فكان بدهم صوت عنده امكانيات عربية وطنية، مش بس انه على مستوى لون معين، يعني في كثير انا مطربين سواء بالاردن او سواء بلبنان او بالوطن العربي بيكونوا حاطين حالهم داخل برواز معين، يعني ما بيقدروا يأدوا كافة الالوان المتنوعة. هن اغاني متنوعة جدا، يعني فعلا حتشوفوا تابلو كوكتيل من الاغاني بألحان المبدع محمد قوادر، لانه مش بس صوت رائع، عنده ألحان رائعة جدا، يعني عملنا ريشة لحن بتصور انه زين كل الطبلو رائع جدا. هلا رح يكون من انتاج الشركة اللبنانية صحيح الدولية للانتاج الفني، كيف صار التعاون؟ يعني نعرف قد في نقص بالانتاج والدعم للفنان الاردني، فكيف صار الالتقاء بينك وبين؟ بصراحة انا بشكر الاردن على هاي النقطة بالذات، يعني دائما بسمع، كنت عبر متابعتي للوسائل الاعلام وخاصة في فترة معينة لقوادر، يعني كان قوادر مظلوم اعلاميا، فكنت دائما تابع، فقررت انه استثمارات بدي احطها بالاردن، بدي احطها هالمرة هيدي بالانتاج الفني. فهون اجت الفكره، اجت الفكره منكم، انتم اعطيتوني الفكره، يعني انا كنت رايح بغير مشاريع، فدخلت بالانتاج الفني وباذن الله ابتدينا اول عمل وحنشتغل عليه بال 2011، حيكون العمل الوحيد للبنانية الدولية لحد ما ينزل هالعمل ونلاقي صدى على مستوى الوطن العربي، لانه هو في اغاني من المغرب العربي، في اغاني للبنان، في اغاني، فهو كوكتيل. محمد، في كان فتره من الانقطاع صحيح، يعني صوتك حلو، اغانيك كان لك اغاني ضاربه، لكن في فتره من الانقطاع ظلمت، هي الكلمه يمكن الانسب اعلاميا وفنيا، شو السبب؟ هلا ما بعرف شو السبب. صوتي رايح فش. سلامات، بس رح تغني. انتو حظكم. ما في اي مبرر. حتغني يعني حتغني. انتو حظكم. لا ما مش رح نتعبك كثير. وعدنا انه صوتك رايح، نسمع شوي بس. بالاردن هون هلا اوكي في فن وفي بس فن محصور محلي، هو بيعتبروا الفن هون انه كوفي شوب. بعرف شو كذا. برا انا مطلوب برا اكثر من هون. مهرجانات مثلا برا، عملت بلبنان تكرمت اكثر مره بمهرجانات، بمصر دير جست سنتين، باخذ يعني هاي افوز بافضل فنان صاعد، افضل ملحن، افضل عازف جيتار، افضل كذا، انه عم بتكرم حفلات، انه بدبي 6 شهور قعدت حفلات الحمد لله، وهيك طلعت من دبي على لبنان شهرين ونص بالبروجرام اللي بتعرفوه. يعني انه في شغل وفي داعم وفي باجي هون. الفن اللي هون بفكروا انه فن، انه تغني هون كوفي شوب مش عارف، اوكي ما في تطلع اكبر اصلا. لا اوكي، يعني مع احترامي بالعكس، يعني شيء حلو، في كل شيء له موده وكل، بس انه مش بس هيك الفن. دكتور ايمن، خبرنا شو اللي لفتك بموهبه محمد اللي اخترته؟ بصراحه انا وقت ستار اكاديمي، وقت كان بيقدم ستار اكاديمي، محمد الله طعمه صوت وطعمه موهبه،
انا بعترف اكيد البرنامج ستار اكاديمي ثقل اكثر امكانيات محمد قوادر وبرز امكانيات محمد قوادر سواء بستار اكاديمي او بالبرامج اللي اتت ما بعد ذلك عبر ال بي سي، ولكن ما بعد البرنامج انظلم محمد قوادر. يعني وقت البرنامج اخذ حقه بينت امكانياته، بس خلال البرنامج برضه انظلم، خلال البرنامج انظلم لانه سوري دكتور، لانه يعني عندهم منتجه، اذا احنا عندنا موهبه الله ما يعطيهم موهبه الكات. الكات بشو قصدك؟ اثناء الشو ما هو لا لايف؟ لا انه مثلا بيصير موضوع، هلا مثلا انت سالتيني موضوع قصدك بالكل يوم اليوميات، انا نؤمن نؤمن بالراي الاخر، ولكن في محمد محمد قادر بين وجهه نظر وحده مش اثنين، فهذا الشيء ظلمته اكثر. بالضبط. انا بدي اقول لكم شغله، هلا مثلا اول مره بحكيها على فكره، هلا انت بس عم تحكي معي اوكي، سالتيني سؤال، جيت انا جاوبتك مثلا سؤالك، مثلا فور اكزامبل سؤالك مثلا كان اوكي انه هو كاميرات وبدا مثلا، اقول لك شو اللي كان يصير، بيعملوا كت على اللي انت سالتيني اياه، ما حدا بيعرف شو كان الموضوع، بيجيبوا ريبورتاج قويدر الكذا كذا، اختصرتها قويدر شخصيته كذا، بيجيبوني ايش مثلا لما كان لما خلص توصل وين بصيرت على تركيب على هون على هون، او بحكيها وعندي يعني هي في شغله أدل حد. هو البرنامج مش عصبي كشخصيه، شو شفتوني رايق بصراحة بطبيعته كقوادر، بطبيعته رائع، دكتور صديقي من زمان، رائع رائع رائع، مش عم بحكي بوجوده، رائع الحياة معه جدا 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 ممتازة، يعني أنا وفي لأصدقائه حباب حبيبي عشراوي، نحن نسميه هيك باللبناني عشراوي. الستار اكاديمي برنامج هو بده يعمل شيء سكوب معين ليعمل حماوي للبرنامج، يعني فاوقات بينظلم بعض المشتركين فيه لحتى يحمل البرنامج. لو كنت اعرف يعني كان ما دخلت ستار اكاديمي، هي تجاره يعني هي بزنس بالنتيجه. لو كنت اعرف هيك كان ما دخلت، لانه مش شيء لعبوا. حسيت انك انظلمت، انظلم. هم شو في عندهم شغله، انه بيشوفوا حدا عنده شغله بيقدروا يعملوا من وراه اكشن، ما بيمنوا انا بني ادم طب انه عيب. فانا بتمنى هاي الانترفيو من هون اول مره بحكيها توصل لكل العالم ويفهم هذا الحكي، وانا كل حدا بيعرفني بس بنصدم صوره مختلفه عن اللي كانت، بنصدموا بيقولوا لي مستحيل انت. بس ما رح ننسى ايضا محمد انه ستار اكاديمي اعطاك شهره واعطاك شيء جديد، اعطاني بالضبط، وهو الدخان شوي هو اللي كان يخليني، لانه ممنوع كان التدخين. كنت والله يعني ان شاء الله اترك، يعني هو كل شيء يعني حتى التجارب اللي بيطلع الواحد من شيء سلبي بيعطيه شيء بيعلمه، ما بندم ما تندم، لانه هي كانت اشياء كثير منيحه لك، بالعكس انت استفدت منها وصرت تعرف وين نقاط الضعف باشياء انت كنت تفكرها كامله. مزبوط. طيب كنا نغني لدانا، فهلا راح دانا معنا على الهواء. اوكي راحت دانا. كيف كانت تجربتك مع الفنانه مريم فخري؟ حلوه. استفدت؟ اكيد. يعني الفنانه مريم فخري انا بتذكر كنا صغار وهي بتغني يعني فنانه ما شاء الله عليها وهيك الفن يعني هون وهون وتجربه هون طبعا وتجربه حلوه. امتى بلشت بدايتك، يعني اهلك استوعبوا انك موهوب او عندك صوت؟ قد ايه كان عمرك لما عرفت انه انت عندك موهبه الصوت؟ انا من عمري 5 سنين و6 سنين بمسك اي شيء بشوفه بمسكه بقى في. طب انت من عائله فنيه؟ انا من اهل ابوي لا. اوكي. اهل امي في سيدي ابو امي جدي يعني كان بالقوات المسلحه وبالميوزك والكذا اوكي. طيب محمد كيف رح تنعش وجودك في الأردن؟ في مشاركة بمهرجانات، في تعديل فل ما شاء الله مفلل مهرجانات في الأردن؟ فل يعني مش ملحق مهرجانات بالأردن. تحكي جد؟ لا عم بستنى وين؟ بقول لك مش ملحق يعني بتعرف تعب ونتعب كثير. بس عندك تجربة تلفزيونية رح تكون جديدة؟ شو عندك؟ أنا عندي برمضان فقرة كل يوم أنا أحكي قنوات عادي؟ عادي؟ ها؟ أوكي. حتكون عن رمينا نص ساعة كل يوم فقرة هيك إنه دردشة وكذا وهيك ومواضيع جديدة. أنت يعني حدخل بهذا الموضوع، يعني أنا بقول لكم أنا حدخل موضوع من رؤية أوكي. بعد إن شاء الله. يعني شوف دائما فنان محمد الواحد إيش بيصلت الاهتمام بحياته بتزداد مساحته بالحياة. فهلا مزبوط إنه أنت مرأت بتجارب كانت شوي سلبية، انظلمت مثلا وقت ستار أكاديمي، ولكن عندك هذه الموهبة، عندك هذا الحضور، هاي الشخصية اللي كتير محبوبة اللي هي أنت، أنا بفكر يعني برأيي إنه لما تركز عليها 100% كل السلبيات هاي رح تنقلب بالعكس تصير إيجابيات أكبر لإلك. يعني إن شاء الله الواحد
الواحد يعني مش ممكن يكون ربنا معطي واحد هاي الموهبه كلياتها الا ما يكون الواحد يستغلها وتمشي للامام الاشياء، لانه حرام يعني هاي الموهبه انها تنظلم. تفضل. رح اعطيكي معلومه صغيره. يلا. في وجه اخر لم تروه بعد بمحمد الخويلد وحتى الجماهير لم تروه بعد، اللي هو عنده موهبه التقليد. يا الله شو بحب الناس اللي بقلبي. يلا شوف انت سامحناك ما تغني، خلص ما رح تغني لانه صوتك رايح، بس التقليد ما رح اسامحك. يلا مين تقلد؟ مين ما بدك بتقلد؟ مغنيين بتقلد فنانين؟ شو بتقلد؟ انا اقلد الدكتور. يلا اوكي جبت لحالي. ها جبت لحالك دكتور. يلا محمد. طبعا في الوجه الجديد انتم ما شفتوه لمحمد الكويدر. محمد الكويدر كثير دانا، بدنا نقول لك. طيب بدنا من فنانين. فنانين مخرجين مثلا؟ لا لا حرام. لا لا فنانين لما مثلا بيغنوا اكيد هلا كل فنان له ستايل. لا انا بقلد. خلاص بعدين يلا بعدين عشان مين انت حبيبك؟ في ناس بديش يزعلوا. لا لا ما حدا بيزعل، بكل حب. انت حبيبك حسين سلمان، بتحب لانك بتحبه. انت بتقلد حدا صاحبك انه ما يعمل عليه. حسين سلمان، حسين سلمان، يلا مع حبنا واحترامنا. ابو قدر انا خلاص خلاص انا مولودي، انا هطلع مولودي. انا مولودي حبيبي مولودي، انا هطلع هون وهون انساني كله. لا 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 مولودي من اليوم طالع مولودي انسان ابو قويدر. طيب شو رح نستنى منك مشاريع مع الاستاذ ايمن فرحات جديد محمد قويدر؟ في رح يكون في تصوير كليب بإذن الله. أول شيء بدي نسلسل الموضوع شوي. في عنا الأسبوع القادم الأغنية الوطنية المصرية حتنزل، وحيكون في احتفال، وطبعا بعتقد أن السفارة المصرية حتكون مشاركة بهذا الاحتفال أو هذا الحدث. بعد ذلك بعيد الفطر بإذن الله حنطلق الألبوم والأغنية الوطنية السينجل الثاني مع الألبوم بنفس الوقت، حيكون بنفس التايم بمهرجان بالأردن. الخطة 2011 كمان في عنا بعيد الأضحى مهرجان حيكون بالجزائر، لأنه في أغنيتين، في أغنية مغربية بشكل المغرب العربي بشكل عام، وفي أغنية جزائرية مخصصة للجزائر، وطنية جزائرية. فحيكون كمان عنا احتفال هونيك، وحنختمها برأس السنة بإذن الله بلبنان. حنرجع على لبنان هلأ في أرس السنة. هودي على مستوى الحفلات الضخمة والمهرجانات لمحمد الكويدر. لبنان رح يرجع؟ طيب محمد هيك كلمة أخيرة منك قبل ما نشكرك ونختم لقائنا. أول شيء بدي أقول إنه أول شيء بدي أحكي عن قناة رؤية. أنا مبسوط إنه في عنا هيك قناة عم تطلع هلا، قناة راقية كتير. الجروب اللي أنا شايفه جروب العمل كتير هيك، تحسي أولاد عالم وناس مثقفة وبتفهم، وبتمنى هذا الشيء يعني هيك يضلوا على طول، وان شاء الله يا رب رؤية يعني تصير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اول شيء. ثاني شيء حبايبي بحبكم كثير. بدي اشكرك محمد خويدر والدكتور ايمن فرحات. انا بدي اكد على اللي قاله استاذ محمد، لانه فعلا من اول السنه رؤية كانت عم تساعد يوم بعد يوم، عم تدخل قلوب الناس يوم بعد يوم، ودخلت منازل اكثر يوم بعد يوم. فهذا الشيء بدل على انه اداره حكيمه، وبدل على انه برامج متنوعه جديده حلوه. والمميز بالموضوع انه جميعكم مخضرمات، يعني المقدمات جميعكم مخضرمات، فهذا ما يزيد. شو تعريف مخضرمات عندك؟ لا يعني السمن القديم، يعني أيوة. ما عم بحكي عن السمن، مخضرمات عندكم الحنكه وعندكم المهنيه الجيده وعندكم تجارب سابقه. الخضرمه هي الاكسبيرينس العالي اللي عندكم اياه، فهذا الشيء بزيد يعني. وعندنا حلوين. عندنا حلوين. ما شاء الله. مش بس لبنان، مش بس ما شاء الله. ما اشوفوا شو عنا. لا واحنا كثير من خلال شاشه رؤيا بنحب دائما نسلط الضوء على شبابنا وصبايانا بمبادراتهم بمواهبهم، لانه احنا هاي القناه هي صوت الناس. يعطيكم العافيه. فرؤيتنا احنا كمجتمع اردني وكناس، رؤيتنا للاردن شو يكون دائما اكيد بصوت بمواهب الناس زي محمد قويدر. اهلا وسهلا فيك، كثير مبسوطين انك انت معنا اليوم، بس شوي زعلانين انه صوتك ما ساعدك انه بدنا انترفيو ثاني. فاذا بتحب تغني غني. شوفوا يلا مره ثانيه. لا بقول لكم شغله مره ثانيه بس، وهلا قريبا يعني بكون معي الجيتار، خلص لقاء جديد ولقاء ان شاء الله عن جد. اكيد محمد. انا حابب عن جد، وحاب اغني ونضل نغني. اوكي اوكي. شكرا فيك. محمد شكرا دكتور. شكرا. ايمن مكملين معكم في دنيا يا دنيا، ما ضل غير نختم لقائنا بطبخه مميزه مع الشيف ماهر بعد الفاصل.